بقى نربطوا الاتصال مع ضيفة حلقة اليوم اللي قاعدين نحاوروها معنا ابتسام العروسي. السلام عليكم ومرحبا بك. سلام أسامة، أشخبارك؟ الحمد لله كل شيء مزيان، وانت يا صحيحة ديالك بخير؟ الحمد لله، شكرا بزاف على الاستضافة. مرحبا بك، دارك ابتسام، وكنشوف ان لون الحائط اللي وراك تقريبا نفس لون الباك جراوند اللي ورانا، داكشي متناسق. داكشي متناسق وي. مرحبا ابتسام. ابتسام، شنو كتحضري حاليا؟ واش كاين شي تورناج مستقبلا؟ كاين دي تورناج ان شاء الله، كاين مسلسل اللي غادي نبدا التصوير ديالو عما قريب، سميتو لي شونج، هو من اخراج جهان البحار، وليا شرف اللي غنشتغل معها اول مره. وكاين فيلم اخر الكلام، سيتلي فيلم العهد بن سودا ان شاء الله، اللي حتى هو غنبدا التصوير ديالو قريب. اوكي، جهان بحار تبارك الله عليها تلقات السنوات الاخيره، اكيد انه غادي يكون عمل متميز. واش ممكن نبدا ولا كلمه على هذا العمل؟ بصراحه ما نقدر نصرح بحتى شي حاجه، غير انه هو عمل تلفازي ومسلسل اللي غادي يكون ان شاء الله زوين بزاف، اجتماعي ومن اخراج ديال جهه البحار، وتولى من الممثلين منهم مجدولي ادريسي، رفيق بوكر، ربيع القاطي، سناء العلاوي، فلي كل شرف انني نكون باغمي هاد الممثلين هادو، وبيان سور من اداره، يعني اداره الممثل ديال جهه البحار، فلي كل شرف. جميل، بالتوفيق للطاقم كامل. ابتسام العروسي، مثلا واش كتشوفي انت نفسك انك واخده حقك في المجال الفني، ولا مازال تبغي تباني اكثر؟ في الحقيقه انا زعما كنشوف راسي خيطه حقي، دائما كتكون عندنا، يعني دائما عندنا شغف اننا نوصلوا لمراتب، ما نبقاوش في نفس النقطه، فكنتمنى ان يكون عندي حضور اقوى واكثر، ودي بيرسوناج لي جداد اللي نقدر نبين فيهم الطاقه اللي عندي، اولا داكشي اللي باقي ما ظهرش. واخا، شنو تبدل من لي تورناج قبل ما يجي فيروس كورونا مع هذه الوقيته في لي تورناج زمن كورونا؟ بيان سور دابا شكل اخر، يعني ما يمكنش تكون في دو بلاطو اون باراليل، يعني ما يمكنش تشوف، ما تكونش بزاف ديال الحوايج تبدلوا. بيان سور كاين التوتر، كاين القلق، كاين الخوف، ما كتكونش على خاطرك، وحتى لومبيونس سي با لا ميم شوز، ماشي كيف ما كتكون مرتاح وكتسلم، ولا يعني في لو جو ديالك توي اليز. مي بون، حنا كنتمنوا هذا الوباء ان شاء الله يحيد، ويعني نستمروا في العمل ديالنا بحال كاع الناس. دابا مثلا انت الا كانت شي سين او سيكونس فيها شي واحد كيسلم على ممثل اخر، ولا شي واحد كيكحب، صعيبه شويه؟ وشوف، طبيعة العمل ديالنا كتحتم علينا ان الناس ملي كيتفرجوا فما كيقولوش كاين وباء ولا ما كاينش وباء كيف ما كتشوف، فملي كنكونوا خدامين كنقولوا بسم الله، وكل واحد كيدير، يعني كيدير الاحتياطات ديالو اللي خصو يديرها او لا اكثر، لان كتكون عنده لا ريسبونسابيلتي ديال بزاف ديال الناس اللي دايرين به، منهم عائلته، منهم الناس اللي في البلاطو، ففي يد الله كيدار لو تيست، وكنبداو العمل كاسره، وكنحاولوا يعني نديروا احتياطات ديالنا. اكيد الله ينجي الجميع. مثلا الى مشينا للدراما الشرقيه ابتسام، ولا حتى الاعمال المصريه، فهما كثروا من الانتاجات ديالهم، حيث كنقولوا انه الا كان مثلا الواحد اضطر انه يتكون فينا ولا تخبى باش ياخذ الاحتياطات ديالو في دارو، فمن الافضل انه يكونوا عنده اقتراحات دراميه، مسلسلات، افلام يتفرج فيهم من المنزل ديالو. واش انت كيبان لك ان القطاع السمعي البصري والتصوير ديال المسلسلات والافلام في المغرب، واش زادوا الانتاجات ولا قلالوا؟ واش ممكن نهضروا على ازمه؟ دابا حاليا انا ما اشتغلتش من وراء رمضان، اي كنشوف ما كاينش بزاف ديال لي تورناج، يعني كيف ما كان شحال هادي، فكيبان لي قليل لي تورناج، سي با لا ميم شوز كو زعما زعما العالم العربي او الشرق كيف ما قلتي، فاحنا خصنا كثره الانتاج حتى حنا، لانني انا من الناس نيت اللي كنتفرج في هاد، يعني في هاد الظروف هادي كنحاول انني نتفرج في التلفازه بزاف، ولا في شاهد، ولا نتفليكس، ولا يعني في شي حاجه ديجيتال اللي كان. شنو كيعجبك انت جوستومون شخصيا ابتسام، سواء مسلسلات عربيه ولا حتى عالميه اجنبيه، فاش كتفرجي دابيتود؟
على حسب الاقتراحات اللي كيجيوني من اصدقاء لا كانوا تفرجوا في شي حاجه مزيانه. وفات انا منفتحه على كل شيء، يعني ما عنديش شي حاجه اللي سميتو قد ما كيعجبوني انني كنتفرج بواحد الرؤيه ديال المتفرجه ماشي ديال الممثله. كيعجبني نتفرج ونتصا بحالي بحال الناس. ف عندي من كل شويه كنتفرج فيه، يعني افلام عربيه تركيه مسلسلات اجنبيه اي حاجه كنتفرج فيها. من بين الصور اللي كيدوزوا دابا شاهدنا حداك الممثل الكوميدي اليوموريست المتالق اسامه رمزي، خدمتي معاه في رمضان، شنو ممكن تقول لنا عليه وعلى طريقه الاشتغال ديالو؟ اسامه صورنا انا وياه في الدخله ديال كورونا، ويعني من الناس اللي كانوا كيطلعوا لي المورال في التغناج، وانسان بسيط وجميل في الضحك بزاف كيف ما كنشوفوه يعني في عبر مواقع التواصل الاجتماعي او لا في التلفازه. فهو يعني على طبيعته كان انسجام كبير بيناتنا بحكم اننا قرابين فلاج وانه صديق ديالي. بقينا يعني دوزنا فتره زوينه وكنا كنتعاونوا على قبل لي بيرسوناج ديالنا، فاي اقتراح كان كيتقبلوا من عندي وانا كنتقبل من عنده، وكنا كنضحكوا في التغناج بزاف. يعني ابغى تصوير كان اي حاجه كيقولها كنبدا كنضحك. الله يعطيه الصحه، تحيه لاسامه. نمشيو عند اجواء تصوير مسلسل اخر، هو المسلسل ديال هي. حسب المعلومات اللي عندي ابتسام، كان تصوير شيق ولكن في نفس الوقت متعب بزاف. وحتى اول مره كنشتغل في مسلسل 60 حلقه، يعني ديجا ماشي 30 حلقه دونك كاينه صعوبه. ثاني حاجه بالنسبه لي اكسبيريونس زوينه بزاف، كنهضر على الدور ديالي انا اللي كنت انيماتريس في لا راديو، فانا من المعجبات ديال التقديم وتحت لي الفرصه. واشتغلت على البيرسوناج ديالي، درت يعني دي غوشيرش، حاولت نخدم على الصوت ديالي، كنتصنت لا راديو بزاف لي مو تكنيك ديال الناس اللي كيشتغلوا في لا راديو. والشخصيه الحمد لله كانت زوينه، داز زوينه، وحتى مع الناس اللي مثلت معاهم زينب عبيد امين ناجي، يعني كانوا ممثلين زوينين. ما كايناش فكره او مشروع ديال الكماله الجزء الثاني ديال هذا المسلسل هي؟ ما عنديش خبر بور لو مومون، ما في راسي حتى شي حاجه. واخا كون كان في راسك راه قلتي لينا ياك ابتسام. يس سيغ، نتوما الاولين. مرحبا ابتسام، سؤالي المقبل هو واش بان لك مؤخرا في الاعمال المغربيه ممثل او ممثله عجبك في شي دور وبغيتي تقول ليه برافو مثلا؟ صراحه انا كنت متبعه بزاف الاعمال اللي دازوا في رمضان، كنشوف كاين واحد التقدم كبير في الدراما المغربيه وفرحانه بزاف. ويعني بزاف ديال الممثلين اللي شفتهم، وبصح كنشوف ما كاينش غلط قد هكا، كنشوف اجتهاد كاين كبير بالنسبه للاعمال. فعنبر وياقوت تفرجتي كنقول برافو، نوره سقلي، فاطمه الزهراء قنبول، الممثلين كاملين اللي كانوا، حسن الطنطاوي، هند بن جباره، فكانوا كثار، هدى صدقي، تفرج سلمات ابو البنات السعديه، لديب محمد خويا، كانوا لاعبين مزيان، والبنات اللي لعبوا بناتهم جيهان سلمى فاطمه الزهراء، فكان بزاف ديال الناس اللي تفرج فيهم. وكنشوف ان كاين ايفور كبير بزاف ديال الممثلين اولا ديال المخرجين اولا حتى في كتابه السيناريو، فاحنا كاين في تقدم الحمد لله. واش ممكن نقولوا ابتسام كاينه صداقه حقيقيه بين الممثلين ديال بصح؟ انا عن راسي كنهضر، فبالنسبه لي العالم ديال الفن هو الاسره الثانيه ديالي، فبصح مربيه لك بدا على بزاف ديال الممثلين والممثلات اللي كنعتبرهم اصدقاء ولا اخوه ديالي كاع، لان كنستغرقوا واحد المده ديال التصوير اللي كتكون كبيره اللي كنصدقوا متقربين لبعضياتنا فيها. ديك الفتره كنمرضوا وكناكلوا وكنشربوا اونصومبل كنلعبوا، يعني كتكون فيها بزاف ديال الحوايج، واحد الانسجام ما يمكنش ننساهم هكذاك. فانا كنامن بان كاين صداقه وكاينين الناس مزيانين اللي في الدومين كما كاينين الناس اللي ما مزيانينش، ولكن انت كدير لو شوا، يعني الاستمراريه راه كتبقى دائما الانسان اللي كيكون قلبه زوين وكيبقى معك على طول ماشي في عمل ولا جوج، كتبقى العلاقه دائما غاديه مستمره. هادشي اللي كنتمناو ان العلاقات تستمر. نتكلموا شويه على المشاريع ديال الزوج ديالك ابتسام، انا كنعرف انه كيوجد شريط مطول فيلم كنظن انه كوميدي، واش غادي تشاركي فيه واش غيكون عندك دور فيه؟
إن شاء الله أكيد، يعني عندي دور كممثلة ماشي كالزوجة ديالو، اللي كنشوف أنني كنستحقو وكنت حاضرة معاه من الأول، وكاينين بزاف ديال الممثلات أنا ما كندخلش كاع في الاختيارات ديال الزوج ديالي، لأن كان يعني كنحترم طبيعة الشغل ديالو، ولا ما كنتش غادي نكون راه ما كايناش، يعني بحكم أن ما كاينش بلاصتي. فكنتمنى له التوفيق، وإن شاء الله عمل اللي غادي يكون زوين وفيه فيه يعني فيه واحد مجموعة من الممثلين، وحتى السيناريو مختلف إن شاء الله. كان جل تصوير فوقاش هذه السن في التصوير إن شاء الله؟ احنا في البريباراسيون دونك على حسب الظروف ديال كورونا وديال لي تورناج، كيف ما كتعرف خاصني يكونوا ممثلين حتى هما عندهم لا ديسپونيبيليتي باش نقدروا نبداو ان شاء الله. اما في الانتاج ولا السيناريو ما عوالاش تدخلي ابتسام كاع والو؟ في السيناريو انا كيعجبني ندخل، الا كانوا عندي افكار كانوا عندي كنكتب، مي كنكتب ليا باقي ما بارطاجيتش مع يعني في العالم ديالي. كنحب انني حتى نشوف راسي شنو غادي ندير، ونعاود نتشاور وناخذ وقت كافي، وعاد ديك الساعه الا بغيت ندخل في شي ميدان اخر تكون عندي خبره ما نوصلش. يعني ممكن شي نهار نقدروا نشوفوك في كتابه السيناريو ولا كاع في الاخراج ياك؟ في كتابة السيناريو وفي الإخراج بوغ لو مومون ما كنظنش وما كنفكرش فيها، مي كتابة السيناريو أنا يعني عندي أفكار وقصص بزاف، وبحكم أنني كنقرا دي سيناريو بزاف وكنتفرج، وكنلقى أنا عندي سهولة في الكتابة، ويعني هذاك الشيء كنديرو لراسي، واستغليته في الفترة ديال الكونفينمون، استغليت هاد القضية هادي وبديت كنحاول أنني نستافد ونكتب ونعاود نقرا وهادشي. اوكي، فيما يخص السوشيال ميديا ابتسام العروسي تبارك الله عليك، غير في انستغرام تقريبا 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 2 مليون ديال المتتبعين والمتتبعات، الله يكمل والله يزيدك. سؤالي هو واش هاد الاودينس ديال الانستغرام وشنو كتعطي انت للجمهور ديالك 2.0 على ديجيتال هو اللي كيعاونك في الاعمال في المسلسلات والافلام، ولا الخدمه ديالك كممثله هي اللي كتعاونك في النشاط ديالك الافتراضي؟ الخدمة ديالي هي اللي كتعاوني، فأنا كنحاول دائما نكون مجتهدة وما نستصغرش أي دور أولا أي شخصية جاتني. فبالنسبة لي في العمل أولا في الميدان ديالي المهني، لي بيرسوناج ولا الشخصيات اللي كنلعبهم وكنصيب الهدف وكيخليو أثر، فهم اللي كيجيبوا لي أعمال أخرى. وبالنسبة لموقع مواقع التواصل الاجتماعي، فكنشوفوا أنه مزيان أن يكون كونتاكت مع الجمهور ومع الناس، وكيخول لك بزاف ديال الحوايج في الاشتغال فيه حتى هو كوجه إعلاني لبعض المنتوجات أو لبعض هذا. ولكن كنحاول دائما أنني نبقى في الصورة ديال الممثلة، نبارطاجي مع الناس أعمال ديالي، نبارطاجي مع الناس بعض الأشياء اللي سطحية ما تكونش كاع خصوصية 100%. وفوالا الا كانت شي حاجه اللي انا ممكن تكون فيها مصداقيه وكتفيدني وتقدر تفيد الناس اللي متبعيني، فكنبارطاجيها معاهم. الله يعطيك الصحه ليك، تبارك الله عليك ابتسام العروسي، وشكرا لك اللي كنتي معنا. شكرا اسامه، وكنتمنى لك حد موفق ان شاء الله، والبرنامج ديالك اللي هو برنامج جميل وكيعطينا فرصه اننا نعطيو الجديد ديالنا من خلال البرنامج ديالكم. ميرسي وبون كوراج. شكرا لك ابتسام.